ازيك شباب؟ معكم حلقه جديده مع ايس تيوب. جبنا شويه نلعب لعبه روكت ليك. والنهارده يا جدعان جايب لكم خبر بمليون جنيه. يا خبر النهارده بفلوس، بكره مع ابو اللزانيز ببلاش. يا جدعان روكت ليك النهارده يا جدعان ببلاش لحد شهر 11 2020، وبعد كده هترجع تاني بفلوس. فاللي حابب ينزلها هتلاقوا رابط التحميل في الوصف بتاع الفيديو، الحقوا نزلوها بسرعه يا جدعان قبل ما ترجع تاني بفلوس. طبعا هتلاقوا اللعبه موجوده على ايبك جيمز للي حابب ينزل اللعبه. بصراحه يا جدعان في اللعبه عاملين حاجه جميله جدا، وسهرت عليها الامبارح واول عشان اخلصها. هي كويستات يا جدعان يقدروا يدونا بعد كده اوتوبيس فورتنايت في روكت ليج. زي ما انتم شايفين انا ظبطت اللعبه وحطيت العالم وظبطت بقى الكويستات يا جدعان. بس في حاجه في الكويست واحنا وانا بعملها بتبقى انت محتاج او محتاجه حاجه اسمها الروكت باص، عشان في كويستتين محتاجه الروكت باص. المهم ده حوار يا جدعان اللي حابب يجيب اوتوبيس فورتنايت روكت ليك. فدي الكويستات اللي انا المفروض اخلصها. الحمد لله انجزت منها كل ده عشان اجيب الاوتوبيس السخنن ده والله. بس بيني وبينكم متحمس له جدا جدا جدا. لو بصوا العربيه شكلها عامل ازاي، تحفه. لان كل كويستة مرتبطه بالتانية، لازم تحط راس اللعبه وتحط سكين اللعبه، بعد كده مش عارف تحط كاوتش مش عارف ايه. دلوقتي خلينا نشوف الطلبات اللي هو عايزها. بيقول لي العب اي ماتش كويس، تكسب فيه تخسر فيه عشان نقدر نخلص دي، تمام. وبعد كده هنلعب ماتش تاني، استنى وبيقول لك بس بكاوتش اللاما وتفوز فيه وتبقى الاول. احنا ممكن نضرب عصفورين بحجر ونغير الكاوتش دلوقتي يا جدعان ونخش جيم. فلو كده كده كسبنا او ما كسبناش هتحسب لنا تحت، حسب لنا فوق، نجيب الاوتوبيس ونضرب عصفورين بحجر هيك. شوفوا بقى ابو اللازينيز ده بيقعد يخطط كده في الكويستات يا جدعان. فمبدئيا هنخش الجراج نظبط العربيه الاسطوريه بتاعتنا. طبعا من ضمن الكويست لازم العربيه الصغيره دي العب بيها، ما ينفعش العب باي عربيه ثانيه. رغم والله عندي شويه عربيات يا جدعان لو شفتوها، انا عارف كلكم في التعليقات واو يا ابو اللازليز. هوريكم بس العربيه يا جدعان مبدئيا كده، ايه رايكم؟ حاجه فخمه. والقرش اللي بياكل في العجل ده ما اقولكمش. بس احنا لازم نعمل اللي زي ما بيقول لنا في الكويستا، هنغير الكاوتش للاسف. كان نفسي والله اخلي القرش، ها عشان اي حد يقرب لابو اللازليز يتعطعط. هنحط كاوتش اللاما زي ما انتم شايفينه، كاوتش اللاما وسكن اللاما، وعندنا كمان اللاما السخنانه دي عشان نقدر ناخد بعد كده الكويستا اللي بعديها. فدلوقتي هو قال لي العب اي ماتش، ممكن نلعب كاجوال، ممكن نلعب اسمه ده الرامبل، المهم هنشوف اي واحد. فخلينا نخش كده سريع. خلينا يا جدعان جاهزين ومتحمسين. واكيد بقى يا جدعان الخبر ده ما يستاهلش لايكات، لا يلا يا جدعان لايكاتكم. خلينا نوصل الفيديو ده ل 60,000 لايك للي فرحان ان اللعبه بقت ببلاش. نزلها العب وادعي لابو اللازليز دعوتين حلوين، ويلا نخش يا جدعان عشان نخلص الكويستات ونجيب الاتوبيس الاسطوري. يلا يا معلم التيم ده هيتقطع يا جدعان. بقول لك يلا معايا اللعبه ومعايا الكويستات، ابعد بعيد عني بدل ما هي مطيره. بقول لكم يا جدعان لعبت مطوشه امبارح والله كسرت الدنيا. يا رب في التسجيل تظبط المره دي، مش عايزين باقي منوبه. يلا طبعا يلا. ده من اولها بيبص عليا ازاي؟ بص على التيم التاني. بلاش حواليا يا ابو اللازليز، لما ادخل جول في التيم مش مهم يخش في الجون تفرح. يلا جون يا جدع، بقول لك جون اطرس جون. راحة كده يا جدعان، ايه خد شكل هكون الام في بي يا معلم. بص اتفرج وتعال، بقول لك واد اسيل ولا يا جدعان شلته من على خريطه الماب. لا تهزر، هتقف لي جون يا معلم. لا مش علامه. الله بسرعه. بص بقى الحركه دي، يلا بشه كده السريع. صدها، كنت عايز اخدها يا جدعان بزاويه، كان هخلي الولد يعيط. يلا خد، انت اللي جريت على نفسك، ها انت اللي جريت على نفسك يا قليل الادب. انا دلوقتي هعلمك درس لن تنساه، تعالى. والله لا شكل اللي هيعلمني ولا ايه. ايوه الله صدها يا لعيب، بس على نفسك يا اخويا. يلا يا رب تظبط. عارف لو ما كانش معاه البوكس كنت هعمل واحده جامب يا جدعان. دبل سكليت من ابو اللازليز. بتعمل ايه يا منو؟ بتعمل ايه؟ خليني بس ارجع ورا اخد لي كفر. الله عليك يا ايه كده، اعوذ بالله. شفتوا العيال الاثنين؟ نار. جمد بس اهدوا دلوقتي. ايوه بس كده. هي مره واحده، هي قصه. اخد البوستاه يا عم، انت ما بتعملش حاجه والله وحش. يلا جول. سلام عليك، بدل معايا مصلحه بس جت متاخره. يلا هو جون بس وحيد غلبان، ان شاء الله نجيب اللي بعده. بس يا رب يجيلنا حاجات كويسه. العيال يا جدعان بتلعب حلو قدامنا. ايوه الله عليك، شيل
شو ما فيش هزار، احنا نهزر. العيال زودتها وانا سكت لهم. مش قلة ادب. شيل يا معلم. التيم بتاعنا بيهبب ايه؟ انت بتعمل ايه بالبوكس يا كابتن؟ شوط على الجون. شوط على الجون مش بتشوط هنا. حلوه كانت عارضه. والله. خلينا ناخد بس البوستات دي سريع سريع. عايزين نركز يا جدعان، العيال بتضغط علينا. الله عليك يا وحش. حاجه كويسه. المديله دي كان غلس عليه. الله عليك يا سبايدر مان. حد يصد. الله عليك والله. احنا هنقضيها النهارده. الله عليك. الله ينور. 100 100. ارفع بقى يا راجل. وصدها بالبوكس. لحظه الموفقة. لحظه اديك بالبوكس. بلاش قله ادب. ابعد بعيد عني يا جيل الادب. البوكس جه فيه. ايوه ظبط. بتبدل معايا ليه؟ صد. الله عليك وحش. ارجع ورا ورا السوس ده. ها الور رفع. والله 100 100. خليني بس ابدل مع ده. ايوه اوعى يا ولد. ده انا بص يا جدعان هفكر فكره حلوه. ماشي هفكر فكره حلوه. ايوه خدها. وبص انا هاخد دي وهعمل لهم شويه جامب. يا رب ما يكونش في حد معاه بوكسات. يلا 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 بقى يلا بقى يا يا حرامي يا حرامي يا انا ندعم فلاح الحرامي يحط تعبي فينها بلد يا جدعان. مش انا اللي مدخلها بذمتكم ده شو؟ ما تجيش بقى تقول لي انت منوب. ها دي حراميه بيسرقوا مني الحاجه. فين الهبله دي؟ حتى ما فيش ناس شوت ولا والله يا جدعان الحرام اللي بيتعمل فيا ده. الجول بتاعي انا المفروض اكون الام في بي. شوفوا ولا غدار سرقها مني يا حرامي. والله يكون اونت يا جدعان. اوكي ممكن عشان نصد كام كوره فعايزين لنا بيهم. انا بس ارجع ورا شويه. يلا بقى جون بقى مرتاح. يا رب جون مرتاح. ما يعرفش يصد المنوب ده. جت ضعيفه شويتين. يلا بزويني ليه؟ يا غلاستك يا عم. بس ابعد بقى الكوره. بلاش جنان بلاش جنان. انت بتهزر هنا؟ جاي تهزر عند الجون؟ انا عايز بوستات يا جدعان. ما فيش اي بوست. وش منحوس. ناخد دي كمان. ايه كده ايه كده. يلا تظبط. انت عارف والله. وانا بص بيجري ورايا البتاع هيتجنن. يا جدع اخلع يا جدع. والله لو تظبط يا جدعان ودي حاجه حلوه. الله عليك. يلا بقى يلا بقى يا ابو اللذيذ ارفع راسنا. يا محظوظ والله. بتيجي معاك بتيجي مع النب دب. لا 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 سيب. الله عليك. يا جدعان ضغط الاعصاب. وانا لما اجي العب جيم واجي اقول عايز اسجل يطلع فيا كده والله بتبهدل. ايوه ارفع ارفع. الله عليك. كان هيعملها غلط كان هيعيط والله. انا هيبقى جول مرتاح. الله عليكم يا منوبه. استنى بس. لا اوكي خطا خطا فني وانا اعترف. بس انا الام في بي. الله عليك يا ابو اللذيذ. بقول لكم ايه؟ احنا نعمل دفاع بس خلاص يا جدع. انت سايب كله عمال تقول لي وات اسيف كل اللي وكفايه الجون انت سارقه مني. اقعد انا اريح بقى. انتوا قاعدين دماغنا ليه؟ يلا يلا بقى جون 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 جون. يا لو كنت مظبوطها حته حته. بص دي بس انا مش مظبطها انا. حلوه حلوه حلوه. لا 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 لا. عارف لو كنت جبتها جون انا كنت هزعلك. يلا يا رب حاجه حلوه. شوكولاته شوكولاته. يلا يلا يلا. طب يا ابو لاتريس يا احول. سوري مان اتحمست والله. ايوه خش خش يا وحش. انا مش مظبوطه. خليني اخد طيب البوست. مش عايزهم يتعادل معانا. لا خد مني الام بي بي. حرام عليك. بس بصوا انا متفائل ليه؟ كده كده انا محتاج بس جون واحد. فممكن تصدقوا والله ممكن نلعب واحد ضد واحد. والله نلعب مع ناس ليه ونوجع دماغنا يعني. واحد يسرق مننا شغل المنوبه ده اللي انا مش بحبه. يا رب يا رب جون واحد بس عشان اخد الام في بي. يلا استنى يا جدعان استنى. والله جون يا جدعان. بص اتظلمت كام مره. حرام والله جون. جات عليك. الله وينو نوت مار وينو يا عم. اقعد يا جدع يا جدع يا جدع يا جدع. بلاش اللي تقلب. اقعد يا عم. خلصنا يا جدعان كويستا. في كويستا هنا ام في بي. اوكي حرام اللي كانت جون كنت هاكل والله. يلا معلش يا ابو لازم نتحضر الموافق جدعان. دلوقتي هنلعب واحد ضد واحد. اوكي ان شاء الله نفوز ونكون احنا الام في بي وندلعه صح. سوري يا جماعه عشان نكون ام في بي لازم نكون معانا تيم زي الجيم اللي فات مش واحد ضد واحد. فخلينا نشوف حظنا. اهم حاجه بس العيال اللي قدامنا دي
تكون تعبانه او مش تعبانه تكون كويسه، بس العيال اللي معايا ما يسرقوش مني الام في بي او يسرقوا مني الكور زي المره اللي فاتت. اوعى تدخل فينا جون. ها الدفاعات بتهببوا ايه؟ خش عليه ايا كان. والله حلو، والله حلو. شو هتعملها يا ابوي؟ البوكس. لا وطيني جون. حلو الصد 100 100. وحش خلينا على الدفاوتها له. فوتها لصديقي. ايوه لا 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 ما تجيش جون. الحمد لله العيال يا جدعان بتضغط علينا، شادين حلو قوي علينا. يلا ايوه رجعها. الواد اللي معاه البتاعه دي اهدى شويه. ها بس كده برضه بيرجع تاني لزمايله. بس بقى يا عم خلينا اشغل البتاعه دي، ادي له واحده ضربه من ابو اللذاليز يروح هتكون عيد المرتاح. الله بقى شله ادب. شلت شيل يا جدعان. لو بص والله لو جنب لو جنب يا جدعان كانت جول. خبطه واحده من عندي خلاص ريح الولد. حلوه بس جات لي حبيبتي وهتقول لي جول. هوبا هوبا هوبا. صدوها الولد اللعيب كان قاعد مكمبر. دايما تيجي في العارضه العيال فوزتها. والله يا جدعان وحوش. يلا بقى جول. يلا جول. الله عليك برنس. سقفه كبيره لابو اللذاليز يا جدعان. بص الجول بس الولد عطالي رفعة حلوة. هي كانت نص كمي انا بس شغال. سانكس. لغايه دلوقتي احنا مسيطرين. الحمد لله. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. لا يلا شوت شوت شوت. لو تنزل تحت شوية الولد بس هيتجنن. قال لك ينزل ده ما ينفعش انت تطير كده. ده اعمل لنا قلق. يخرب عقلك عملت ايه اللي بيطير ده؟ انت فكر نفسك كده. ايوه لا الحمد لله الولا الاهبل. ما اعرفش الشطه يا جدعان. يلا بقى بلاش اللي اتقرب يا جدعان. ده كان قدامه فرصه عظيمه يدخل جون. بص بص يصد ازاي العيال بتجيب ورا دلوقتي. ها ناخد البوست نظبط. الجون كان قدامه فاضي. ده جون جت برضه في العارضه. يصد يا معلم. يلا التيم بتاعنا ورا مش عارف بيعمل ايه. انا واقف جون عن اذنك كابتشن. يلا رط على الفاضي. الولد التاني اللي معانا بتعمل ايه؟ انا اذنك يا كابتن. الله لا لو ما كانش معاه البوست كانت حرام عليك. برضه جت في العرض. العيال دي منحوسه يا جدعان. كل شويه تيجي في العرض. لا بوست بوست يا خساره. قلت لكم كانت هتخش جوه. انا بصراحه بيني وبينكم ما كنتش متوقع ان انا اصدها. يلا 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 اتحرك اتحرك. يرب قرب واتفرج. يلا جون جون في زاويه بقى. جون مرتاح ولا صدها. ايوه يا سلام بيلعب مساكه. يلا يلا بسرعه نبص على العيال. خدها مننا في وسط العاصفه لعيب. ايوه دي اديك بالبوكس اديك بالشلوت يا ولد. يلا مين هيقرب؟ يلا جون بقى. كرة السر. جون يا جدعان مش عارف في ايه. العيال بتلعب مش بتلعب حلو بس هو حظنا منحوس. في ايه؟ اوعى تدخل فينا انا جوه ولا صغير والله. بطل تحلم. يلا بقى جون جون. لا اللي جمد يا قليل الادب. بتجمد الكوره. الله عليك يا وحش. اخيرا خلينا نشوف. لغايه دلوقتي الحمد لله ماسكين الام في بي يا جدعان. لو نحافظ على كده يبقى زي الفل. هو مين لولا ما دخلش جون؟ العيال التانية دخلت جون في نفسها. ما شاء الله ما شاء الله. يلا دي له بسرعة. صم يا رب ما يدخلوا فين. مش عايزين تعادل ها ولا عايزين حتى يجيبوا فينا جون. سوري نو بروبلم مان. شوت دونت وري ماي سان. يلا بقى معايا حتة بوكس زي الفل بس العيال صدتها. شفتوا كم واحد كان بيصد؟ ثلاثة. يلا ممكن نجيبها. يا غرز هيجيبوا فينا جون. اوكي اوكي لغايه دلوقتي ماسكين الام في بي. مش عايزين تعادل تعادل لا. بص 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 جه الولد اخدها مني اعطاها لزميله. كانت حلوه. مرتاح هدي نرفعها حلوه لزمايلنا يا عم. اللي واقف على الجون اللي كان بيتفرج عليا كنت عايز تاخد صوره. قلت تشيز يا اخويا نخلص. يلا يلا لا انت هتستهبل انت بتحلم يا حبيبي. وانا جايب البتاع اللي بيجلد ليه؟ بطل تحلم. ها مش عايزين تعادل يا جدعان. تعادل لا. ايوه رياح رياح. ممنوع ممنوع حد يقرب من الكوره ممنوع. ايوه بقى الام في بي مرتاح يا ابو اللذاليز.
ايه اقعد كده وتدلع براحتك. هتشقلب زي ما انا عايز. وجول 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 الام في بي عيال. ايوه بقى كله يتدلع كله يتدلع. مبروك علينا المكسب. مسافه كبيره يا جدعان. جبنا الليفر وان شاء الله كده الكويستات خلصت. يعني المفروض يدينا الاوتوبيس. واو ايه رايكم؟ قدام الله وده كمان ايه. اوكي وي وانت مور اه ده انتوا لسه اصبروا بس بعد ما نخلص الفيديو بدلعكم بعدين. خلينا نشوف كده يا جدعان. خلصنا الكويستا زي الفل. ندوس هنا اوكي. مبروك عليك يا ابو اللذة. بليز اوتوبيس فورتي. لا ايه 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 ده ايوه بقى يا سلام سلم. بصوا البزر يا جدعان. ايه رايكم؟ اخيرا قدرنا نجيب الاوتوبيس. يا ايوه لله ما سخننا. اوكي مبدئيا يا جدعان شكله تحفه. طبعا الاوتوبيس هنقدر مثلا نجرب بيه. ممكن نخش نشوف شكله. مش هنلعب جيم. نخش بس نشوف شكله. تكيم كاجوال كده اي كلام. بصوا بقى انا هبص على منظره. اوكي شوف عامل ازاي. تابعينه. يا سلام حاجه طالك. الاوتوبيس سخننا. يا تكرر عليه الله بس سخننا. لا بس يا جدعان مسمع. شكله جميل والله. يعني نجرب كده بس شوف عامل ازاي. ايه ده ايه ده اللي طالع منه من تحت ده؟ اوعى الاوتوبيس فرد. اوعى الاوتوبيس بقى لسه مخلص الكويستات. اوعى علامه. ناخد ده كمان. والله مشكله. والله العيال بتدش علينا. يلا نجيب جون تفريحه كده. اوعى يا معلم احنا لسه جايبين الام في بي. اوعى الاوتوبيس. حد لازم محطه 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 سريع. اوعى كابتن. اوعى سبايدر مان. حط سريع سبايدر مان. حتى جون سريع يا عيال. بسرعه بسرعه بسرعه. الله علمه. اول ما نشغل البوستات بتاع بيتفتح منهاره. ايه استنى كده خلينا اجرب. اه والله تصدقوا. يلا الام بي بي. اوعى الفورتنا. اوعى بلدريز. ناخد كمان. يلا ارفع. شكرا ثانكس مان. بس الاوتوبيس بينه منكم لذيذ. يلا اوعى على تستقبل. اوعى على الاوتوبيس. اوعى حد داخل ممنوع ممنوع. هو على انت وهو. محطة محطة محطة. يلا بسرعة 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 ناخد كمان. يلا محطة محطة. جون جون. يا جدع يا غلس كده سيب جون بالاوتوبيس الجديد. معايير غلسة صحيح. يا عم سبايدر مان ما تقرفناش. هو على الاوتوبيس صد. يا جدعان اول ما يصد يديك كاركتات. بيدي قلاب نور. استقبل انت. انا عايز افرح بس العيال بالاوتوبيس والله. يلا افرحكم انتوا كمان. جون اسطوري. الله عليك جت في زاويه. ولا بقول لك كلوز وانا عيب عليك. معانا اتوبيس يا معلم. نعمل قلق في السيرف. الله عليك يا ابو اللذاليز. اي خدمه. ثانكس ثانكس ثانكس. بص 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 الاتوبيس رايح لمين شمال قبل ما يودي على اللوبي. اديله يا معلم وجور حلو بالله ما كان. وتجربه لذيذه جدا بالاتوبيس الجديد. انا هطلع بره الجيم كده. احنا خلصنا. انا كنت عايز بس اجيب الكويستا اجيب الاتوبيس الجديد. مبدئيا انا عجبني جدا والعجل الكاوتش والحركات حاجه فخمه على فخمه. الحمد لله قدرنا نجيبه يا جدعان. طبعا اقف لحد هنا. فعجبكم الفيديو تنسوا تنزلوا باللايك واتمنى لكم تشتركوا معانا في قناه لسه جداد معانا. ما تنسوش تلحقوا تنزلوا اللعبه في اقرب وقت لان يا جدعان خلاص شهر كده وبعد كده اللعبه ترجع تاني بفلوس. فالحقوا لحد شهر 11 2020 وبعد كده كل سنه طيبين ترجع تاني مره ثانيه. اشوفكم مره جايه فيديو جديد معايا ستيو جيمنج. يلا سلام.